اشتكى الناس من غلاء الأسعار، ورأينا الغني الملي الثري لا يرحمهم يزيد في الأثمان، إنه لا يسمن في المجاعة وفي الطاعون إلا الكلاب. أتستغني وتستكثر ثروتك أيها الغني الثري ذو الأرصدة العالية، والناس يتضوعون يشتكون؟ لا بارك الله فيها من ثروة، وأنت أيها المسؤول أو الوزير الذي أراد الله لك أن تكون في ذلك المنصب يجري على يديك الخير، لما تحرم نفسك من الخير ولا تحس بألم الناس؟ ودائما نحتاج أن نستثني حين نذكر المسؤولية أو نذكر الثرية، فإننا لا نعمم. قلناها في الخطبة الماضية والتي قبلها والتي قبل التي قبلها ونعيدها، فإن المسلمين لا يزالون يرون الخير من كثير من الأثرياء. اعتبر ذلك بزمن كورونا، كم أنفقوا بارك الله لهم، ولا يزال المسلمون يرون الخير في كثير من المسؤولين، ولكن نقصد الذين في آذانهم وقر لا يسمعون. فاتقوا الله في عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يسائل كل من أمكنه أن يرفع حزنا أو ييفس كربة عما استطاعه ولم يفعله. ثم بعد هذا، حتى لا أطيل والشمس قد اشتدت عليكم، عتاب للمشتكين، لكنه كما قال المتنبي مقة وحب وحرص ورحمة. نشتكي من غلاء الأسعار ومن شظف العيش وضيق المعيشة عند كثير من الضعفاء، ويتألم الناس لذلك ويسمعون الصوت فيسمع ويرفعونه فيرفع. لكن إذا كان غلاء المعيشة مضنيا مؤلما، أليس فساد الأخلاق حالقة الدين؟ أليس ترك الصلاة هدم عمود الدين؟ أليس التبرج في شوارع المسلمين مجلبة للعنة رب العالمين؟ أليس التعامل بالربا حربا مع رب العالمين؟ أليس وأليس وأليس من هذه المنكرات والنقص في الدين والرقة في الإيمان التي لا يشتكي الناس منها ولا يحسون بها؟ يرفع صوته بالتشكي رجل لا يصلي، ومن عجب لا يصلي، ثم يسأل رزق السماء. لقد جاءت في القرآن آيات كثيرة واضحة ظاهرة تبين أن الناس لو اتقوا لأنزل الله بركاته، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور حين تقال لهم هذه الآيات ويخاطبون هذا الخطاب، والعلماء لا يقولون لك لا تجمع المال، نم مالك، اعتن بتجارتك، اكتسب لعيالك، لكن لم تتألم للمال والدنيا ولا تحس بألم الدين؟ لم تجزع أن لا يلبس ابنك الجديد ولا تتألم أن لا يصلي ابنك الفجر أو الظهر أو العصر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. ما الفقر أخشى عليكم، قالها لهم لما كان عنده سبي سيوزعه عليهم ويقسمه بينهم، فقال: أملوا ما يسركم. إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمل ما يسرنا، ولا يخشى علينا الفقر، لا يخشى عنا الفقر لو التزمنا بديننا. ولكن كما قال الله: بل لجوا في عتو ونفور ونقاشات عقيمة وكلام سخيف
ولم لا يخاطب العلماء المسؤولين؟ ولم لا يتحدثون في غلاء الأسعار؟ يتحدثون فيه ويتكلمون فيه وينصحون بالحكمة. ومن لم يستجب فهو كذلك المستضعف أيضا إذا دعي للصلاة والالتزام والاستقامة ولا يستجيب. لا ينزل رزق من السماء إلا بطاعة، فيكون إمساك الثري حينئذ عقوبة على تركك للصلاة وعلى تبرج المرأة وعلى أكل الناس للربا وعلى وعلى. أيها المسلمون، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شرعنا كتاب ربنا وسنة نبينا خير مما يجمعون بعقولهم التائهة. كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم خير مما يجمعون من حطام الدنيا. ألا فالزموا دينكم. بارك الله لكم في صيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وأدام عليكم المسرات والبرات، وكثر سوادكم في الخير، وجعلنا وإياكم من المقبولين المرحومين، ولا جعل في مجمعنا ولا في بلدنا ولا في كل بلد صام فيه المسلمون وقاموا شقيا ولا محروما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والصحابة الآمنين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم استر في عوراتنا وآمن فيه روعاتنا. اللهم وفق ولي أمرنا ملك البلاد محمد بن الحسن لما تحبه وترضاه، ويسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وجنبه بطانة السوء التي تدله على الشر وتزينه له. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. إنتاج المسلم الأمازيغي.